السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم راح نشارك معكم خبز الكوشة بدون دلك، بدون عجن ولا تعب، والنتيجة مبهرة. راح تتحصلوا على خبز الكوشة مقطن وخفيف كالريشة. وإذا جربتوا هذه الوصفة أنا متأكدة بلي راح تولي الوصفة المعتمدة عندكم، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. ورفقت هذا الخبز بشوربة فريك، لكن يعني ما صورت لكمش الفيديو، صورت لكم فقط يعني النتيجة النهائية. إذا عجبتكم راح تقولوا لي في التعليقات، وراح ندير لكم طريقتي في تحضير الشوربة فريك. وإذا حبيتوا كذلك راح نديروا عدة أنواع من الكسرة خمير، الفطائر والشربات كتحضيرات لشهر رمضان المبارك. يعني الكسرة خمير مثلا كاين عدة أنواع، كاين الكسرة يجي بالسميد فقط، كاين اللي يجي بالسميد والفارينة، كاين اللي يجي بالخليطين معا، كاين اللي ندلكوها، كاين اللي يجي بدون دلك. راح تجربوا وتشوفوا الوصفة اللي تعتمدوها. نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير. خديت ريسيبيون فرغت فيها زوج كؤوس ونصف من الحليب الدافئ. الكاس تاعي فيه 220 مليلتر، وتقدروا تستخدموا اي كاس يكون متواجد عندكم في المنزل. فرغت زوج مغارف كبار من السكر ما يعادل 40 غرام، ودرت ملعقه كبيره مملوءه جيدا من خميره الخباز. راح ندير لهم كيس بلاستيكي ونغطيهم ونخليهم يتخمروا حوالي 5 دقائق. بعد 5 دقائق راح نلقاو هذيك الخميره تفاعلت، يعني هذه الخطوه راح تخلينا العجين تاعنا يتخمر بسرعه. حطيت هذوك السوائل جانبا، وخديت هنايا جفنه ولا قصعه، درت فيها 5 أكواب من الفارينة ما يعادل 700 غرام. انا كنت فرغت ملعقه صغيره من الملح، وراح نفرغ السوائل دفعه واحده. هنايا في الاول يعني راح نخلط بالملعقه فقط، ولما تنطم هذيك العجينه راح نستعملوا اليد. راح نطم العجين ونشوف القوام اللي يناسبني. يعني هنا من الضروري العجينة تاعكم تكون يعني شوية شادة روحها، ما لازمش تكون طرية فوق اللي يلزم، لأننا راح نضيفو زوج ملاعق كبيرة من الزبدة. وكما تعرفوا لما نضيفو الزبدة معناتها راح تزيد تطرنا هاد العجينة. أنا لقيت العجينة شوية طرية، ضفت لها نصف كأس، معناتها درت 5 كؤوس ونصف. نتوما ما تقيدوش بزاف بالمقادير، يعني تقدروا كيفاش ديروا، ديروا المكونات السائلة كما درت أنا في البداية، وبداو ضيفوا بالكاس تاع الفارينه وخلوا العجينه تاعكم تنطم لكم. المهم انتم في النهايه راح تتحصلوا على عجينه تكون طاريه لكن متماسكه في نفس الوقت. هنا استغنيت عن الملعقه وراح نعجن باليد فقط، يعني هنا راني نطم في العجين فقط، مانيش ندلك فيه. يعني هاد العجين ولا هاد النوعيه تاع الخبز الكوشه تجي بدون دلك، وراح تتحصلوا على خبز ممتاز بلا ما تدلكوه. هنا ضفت المغرف الاولى نتاع الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، وراني ندخل فيها في العجين. يعني هنا كنت نحيت هذاك الكوانتي ولا هذاك القفاز لانه يلصق لي في العجين وما يخلينيش يعني نعجن هاد العجين مليح. راح نضيف المغرف الثانية تاع الزبدة، معناتها درت حوالي 2 ملاعق كبيرة من الزبدة ولا المقارن بدرجة حرارة الغرفة. هاي ليك هنا راني نحاول ندخل هذيك الكمية تاع الزبدة، وشوفوا يعني لما درنا الزبدة هذيك العجينة يعني زادت طرات لنا كتر وكتر، لكن راح نتحصلوا على عجينة ممتازة. هنا خليتها ارتحت لي شوية فقط حوالي دقيقة أو دقيقتين، وزدت عاودت خبطتها شوية فقط باش نتحصل على عجينة تكون ملسة. راح نحطها بجنب، راح نجيب كيس بلاستيكي، يعني الكيس بلاستيكي راح يحافظ لها على الرطوبه وراح يزيد يخليها تدلك روحها بروحها. راح ندير فوطه تاع مطبخ نظيفه ونخليها تتخمر حتى يتضاعف الحجم مرتين، معناتها هذا الخبز راح نخلوه يتخمر 2 مرات، المره اللي خليناها تخمر في هذه المرحله، والمره اللي راح يتخمرنا داخل الصينيه. هنا كنت دهنت يدي بالقليل فقط من الزيت هكذا باش ما يلصقليش العجين، وراح نقسم هذه الكميه الى 2 خبزات. راح نحاول ندير نفس كمية العجين، يعني حسيت بلي هذه شوية صغيرة، راح نضيف لها شوية فقط، وراح نحطهم على سطح العمل لأن الجفنة تاعي يعني صغيرة الحجم. هنا يعني إذا كنتوا في منازلكم استخدموا جفنة تكون شوية كبيرة، لأنه يعني الرخامة ولا البوتاجي ولا راح يكون شوية بارد، وراح يعني يخلي لكم هذا الخبز يتأخر لكم في التخمير. هنا خديت ورق الزبده درت له كميه من الزيت هكذا باش ما يلصقليش هذا الخبز. راح ندير الكيس البلاستيكي ونخليهم يرتاحوا فقط 2 إلى 3 دقائق هكذا باش لما نكون نخبز فيهم يعني راح يجوني سهلين. وزدت درت كذلك كميه من الزيت على السطح، وراح نبدا يعني نخبز فيهم عادي. هنا راح نزيد نخلي هذه ترتاح ونروح للخبزه الثانيه، نزيد نكسلها شويه وهكذا حتى نكسل يعني الخبزتين كامل في نفس الحجم.
ان شاء الله تجربوا هذا الخبز، يعني راح يمدي لكم نتيجه رائعه، وخصوصا في شهر رمضان. يعني صح شهر رمضان مازالوا شويه بعيد، لكن يعني راح نبداو بالوصفه حتى نكملوا كل التحضيرات، يعني ما يجي يلحق شهر رمضان ان شاء الله نكونوا درنا وصفات لا باس بها، وتقدروا تعتمدوهم في هذا الشهر الفضيل. هنايا السمك يعني ما ترقوهمش بزاف وما تخلوهمش بزاف خشان، حنا راه نزيدو نخلوهم يتخمروا مره ثانيه، وراح يعاودوا يتنفخوا ويزيدوا يعاودوا يتنفخوا لنا داخل الفرن. هنا شوفوا ورق الزبده شحال يسهلنا العمليه، راح نرفدوهم مباشره ونحطوهم في صينيه تدخل للفرن، وراح نزيد ندير نفس الشيء مع الخبزه الثانيه. فقط لما ديرهم في الصينيه زيدوا عاودوا خبزهم شويه، لانكم لما ترفدوهم يعني راح يتجعدوا شويه. شوفوا الحجم نتاع الخبزه ولا السمك نتاع الخبزه قد ما درتو. راح نزيد نرفد الخبزه الثانيه في الصينيه، وراح نخلي هذا الخبز يتخمر حتى يتضاعف الحجم مرتين، يعني المده الثانيه تاع التخمير مهمه جدا. اذا كانت الكوزينه تاعكم بارده يعني شعلوا الكوشه تاعكم ولا الفرن حوالي دقيقه او دقيقتين، طفوه بالكامل ودخلوا هاد الخبزات وخلوهم يتخمروا. يعني الخبز تاعي خدا لي حوالي 45 دقيقه، يعني دالي مده طويله في التخمير الثاني. درت صفار تاع بيضه، درت شويه قهوه، ودرت ملعقه صغيره من بودرة الحليب، وراح ندهن كامل هذا الوجه تاع الخبز. فقط لما تكونوا تدهنوا فيه يعني حاولوا تدهنوه برفق هكذا باش ما تهبطوش هذاك الخمور، وحاولوا يعني تجوزوا كامل على اطراف الخبزه هكذا باش تحمر لكم من كامل الجهات. الخبزه الاولى يعني كنت درت لها سانوج، يعني حاولوا ديروا كميه لا باس بها هكذا باش يجي الطعم تاعو بنين. والخبزه الثانيه درت لها جلجلان محمص، وراح ندخل هذا الخبز الى فرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه، يعني ضروري تسخنوا حوالي ربع ساعه الى 20 دقيقه من قبل. راح نديروا الخبزه تاعنا وراح نخلوهم يطيبوا. انا المده اللي دهالي يعني دهالي حوالي 20 دقيقه، وكل وحده ونوع الفرن تاعها. المهم في النهايه تحصلت على هذه النتيجه، يعني شوفوا الخبز تاعي كيفاش طاب وتحمر، كذلك من الاسفل يعني طيبته دوغي. ضروري يعني اي حاجه تكونوا تطيبوا فيها في الفرن لازم يعني تلوحوا عليها العين، ماشي الواحد يعني يتعب هذا التعب كامل ومن بعد يخلي الحاجات تحرق داخل الفرن. هنا شوفوا راح نديرهم على شبكه هكذا باش يبردوا لي وما يعجنوليش. شوفوا الخبز تاعي كيفاش جا من الاسفل، يعني جا دوغي من الاسفل ومن الاعلى، وشوفوا يعني لما برد لي حوالي النصف ساعه. يعني هذا الخبز ما تقدروش كامل ترفدوه حتى بيديكم، يعني كي شغلك ورافدين حاجه طريه حاجه فراجيل يجي ما شاء الله. ان شاء الله يكون شهاكم هذا الخبز هكذا باش تتشجعوا وتنوضوا دركا وتجربوا هذا الخبز اللذيذ، يعني المقادير تاعو اقتصاديه جدا. وكذلك هذا الشوربه اذا عجبتكم راح تكتبوا لي في التعليقات، وراح ندير لكم الوصفه على طريقتي. يعني هي شوربه كشوربه كل الجزائريين، لكن كل وحده يعني عندها لاستيس اللي يديرها في الشوربه ديالها. انا كذلك عندي بعض الاشياء اللي ممكن ما تعرفوهمش راح نشاركهم معكم اذا حبيتم. اذا عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك ومشاركه الوصفه والقناه مع الاصدقاء. وفي الاخير ما عليا الا نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.